بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والبداية بالعناوين. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتو يفتتح أعمال المؤتمر الخامس لحكام الولايات. رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي. البنتاغون منطاد تجسس صيني ثاني يحلق فوق أمريكا اللاتينية. كانت تلكم عناوين النشرة، أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيلها. أطلق رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتو أطلق بقصر الثقافة والفنون أعمال المؤتمر الخامس لحكام الولايات الذي جاء تحت شعار رؤساء الوحدات الإدارية أمام تحديات إعادة بناء تشاد متصالحة وموحدة. كان ذلك بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كيب زابو وعدد من أعضاء حكومته وممثل البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد. وفي كلمته رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتو شدد على ضرورة إصلاح الإدارات المحلية لتلعب دورها بشكل فعال من أجل مواجهة كافة التحديات. نتابع جانب من حديث رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتو. هذا الموضوع الإفطار لهذه المرة يكتب في الخط للديناميكية لإعادة التأسيس ويؤكد الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الإدارة المحلية في بناء تشاد الجديدة التي نطمح إليها كلنا. في وقت حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدة من أجل تطبيق ضبط المهام الانتقالية، الفرصة متاحة لي لأعطائكم من التوجيهات من أجل تنفيذ الإصلاحات المقررة ووضع أسس لتشاد الجديدة. هذا وفي خطابه لافتتاح أعمال المؤتمر الخامس لحكام الولايات رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتو دعا حكام الولايات إلى الوقوف أمام التهديدات التي تؤثر على أمن وسلامة المواطنين. Administration territoriale étant un domaine névralgique de la vie nationale, les chefs des unités administratives se doivent d'appréhender le nombre de défis qui les interpellent. بما أن الإدارة المحلية تمثل مجالاً مهماً في الحياة الوطنية، يجب على رؤساء الوحدات الإدارية أن يفهموا التحديات العديدة التي تواجههم ويلبوا الاحتياجات للتشادين. والشيء الذي ينتظره التشادين من خادم الأمة مهما كانت درجته. بصفتكم كسلطات إدارية مكلفين بالتنسيق ومراقبة النشاطات الحكومية، أنتم مع مسؤولين الوحدات الإدارية التابعين لكم تمثلون رئيس الدولة وكافة الحكومة، ومن أجل ذلك أنتم تعتبرون العمود الفقري للجمهورية. أنتم تمثلون هيبة الدولة، ويجب عليكم أن تستعدوا لكي تردوا بفعالية للتحديات، تحديات الأمن والتعايش السلمي بين السكان، وتحاربوا المساس ضد الوحدة الوطنية. المراقبة والدفاع عن حدودنا وتطبيق سياسة الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دي كلها مهماتكم الأساسية. هذه مهام واختصاصات نبيلة وشريفة، لكن التشخيص البيجي خلال الحوار الوطني أكد بالأسف بكون الإدارة الإقليمية المحلية في بلدنا ما قادرة تؤكد أو تثبت كإدارة مواطنة تخدم للتنمية الوطنية والتقدم الاجتماعي. إدارتنا الإقليمية والمحلية عندها خلل كثير وفي كل المستويات. dans le fonctionnement de notre administration territoriale.
كما دعا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دبيد حكام الولايات إلى القيام بمهامهم التي تتمثل في الحفاظ على حماية المواطنين وممتلكاتهم. نتابع. الدورة الخامسة دي واجب تكون لكم لحظة تعمل والقيام بتمرين التعمل والتقييم الذاتي بدون مجاملة لعلاقاتكم وعملكم اليومي مع شعبكم. إن الحوار الوطني أكد إعادة تأسيس الدولة والحكم المحلي كونهم العمود الفقري للإدارة في المستوى المحلي. الإدارة كونها تمثل مجال مهم في الحياة الوطنية نريد أن نذكر بكون مهمتكم الأساسية هي تنظيم وتكوين السكان العايشين في أراضيكم، الحفاظ للنظام العام الأمني عن الأشخاص وممتلكاتهم، الحماية وتطوير الحريات الجماعية والفردية في أراضيكم، وتكوين الإدارة التقليدية السلطة التقليدية كونها هي عنصر مهم في التماسك بين المواطنين. شعبنا عنده قدرات كبيرة إن تحمل، إذن لا تغيبوا أمل هذا الشعب ورجاؤهم في هذه المرحلة لإعادة تأسيس الدولة الجديدة. تبادلاتكم ونقاشاتكم في المؤتمر هذا واجب تسمح لكم تشخصوا الحالة بدون مجاملة حتى تنظروا إلى المستقبل. المقاربات إذا كان بقت أكثر تشاركية والحلول توافقية آثارهم تكون واسعة زيادة ولمدة طويلة ومستدامة. إذن نعطيكم تعليمات بأن تخرجوا من المؤتمر هذا بتنفيذ الإصلاحات للحوار الوطني الشامل وتعملوا بعدالة وفعالية في ممارسة وظائفكم في جميع مستويات سلسلة الحكم المحلي. النجاح لهذا المؤتمر يكون خاصة تأكيد ودليل كافي لقدرة إدارتنا من أجل رفع التحديات الكبار، ونتمنى التوفيق الكامل لخدماتكم ونعلن افتتاح النسخة الخامسة لمؤتمر حكام الولايات في تشاد. بارك الله فيكم واللهم يبارك في بلدنا تشاد. Sur ce, je déclare ouverte la cinquième conférence de gouverneurs. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. قدم وزير الصحة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان، حيث جاء تحت شعار توحيد أصواتنا واتخاذ الإجراءات الوقائية. نتابع جانب من حديث وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم. 2023 نحن بجهدنا لازم نستفق للوقاية ضد السرطان، لأن السرطان مرض خطير جدا جدا. لو كان كلنا كوننا جهدنا واحد واستفقنا، ممكن أي واحد في أسرته أو في محل القاعد بقانا يتكلم، يعني الوقاية اللي تمشي للناس على أساس كل واحد حس بشيء يجي في المستشفى. كان جيت بدري إن شاء الله، لو كان الدكاترة القاعدين كشفوه وحددوا المرض ممكن الدواء يكون سهل. لو كان جيت متأخر ممكن صعب، صح البشفى الله، لكن بكون صعب. إذن نطلب منكم الصحافة والإخوة الأطباء والأخوان كلنا نكون كشخص واحد. نسأل رئيس الدولة الآن أدانا إمكانيات، وحتى المنظمات الدولية القاعدة لازم نستفق نسوي جهد بالنسبة لعلاج السرطان.
أما في الشأن السوداني، التقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، التقى بمكتبه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلين كوهين والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي، وتطرق اللقاء إلى سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية. كما حث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم. على صعيد منفصل، شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، شدد على أهمية وحدة الصف الوطني للخروج من الأزمات التي تشهدها البلاد. وأشار سيادته خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري على شرف سباق الهجن بمطمار مبارك الفحل بمنطقة العدارة بسيدون بمحلية الدامر بمشاركة والي نهر النيل وأعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية ونظار ومشايخ قبيلة الرشايدة. أشار إلى الإشكاليات التي تواجه مواطني الأرياف النائية بالبلاد، مؤكدا دعمه لكافة القضايا المتعلقة بالخدمات بالتركيز على قضايا التعليم. ووجه رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رجالات الإدارات الأهلية والعمة والمشايخ بأهمية حث المواطنين على التعليم وإنشاء مدارس الرحل. وأشاد البرهان باتحاد سباق الهجن السوداني معلنا مشاركة الاتحاد في كافة المحافل الخارجية التي تقام بعدد من دول الخليج العربي خلال المنافسات المقبلة. نتابع جانب من حديث رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. دارينا هتكون برا، ما هي نجوة في ظلوا فيها صيوان. دارينا نشوف الناس حالتهم كيفين، قاعدين كيفين، بياكلوا بيشربوا بيقروا بيتعلموا بيتعالجوا حالتهم كيف انها، لانه احنا عارفين اهلنا وناسنا قاعدين كلهم برا في اطراف المدن عندهم مشاكل، عندهم مشاكل في الكهرباء، عندهم مشاكل في المويه، عندهم مشاكل في التعليم، عندهم مشاكل في العلاج، عندهم مشاكل في كل شيء، حتى في المواصلات في الوصول، كل البلد دي كلها فيها مشاكل. وانا زي ما قاعد اتكلم كثير انه نحن الناس اللي قاعدين هناك ما حاسين بحسس الناس البرا دي ولا موجعون، ما في حاجة واجعاهم زي ما الناس البرة هنا موجعين. فنحن الجاية دي القصد منها أننا نعلم تضامننا معاكم. اختتمت بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات مؤتمر اتفاق جبال سلام السودان واستكمال السلام بمشاركة أصحاب المصلحة وبحضور عدد من القيادات الحزبية الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد. وتلا الأستاذ خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم المرحلة النهائية للعملية السياسية تلا البيان الختامي والتوصيات العامة وملخصات المجموعات بصورتها الأولية، فيما سينعقد غدا اجتماع للصياغة النهائية للتوصيات. نتابع جانب من حديث الأستاذ خالد عمر يوسف. هي بالحضور اللي شاركوا على مدى الأربعة أيام الماضية في رسم اللوحة الفريدة من النقاشات المهمة للغاية حول قضية هي فعلا بتعني كل السودانيين وكل السودانيات، وعلى العكس تماما يعني مما كان يثار ويشاع حول إنه في قوة بعينها تتربص بالسلام أو ضد السلام أو غيره. نفتكر إنه يعني السلام اللي جابته ثورة ديسمبر المجيدة كواحد من أولى يعني واحد من ثلاث شعارات الرئيسية الحرية والسلام والعدالة، هو بفعل أحداث سياسية كثيرة مرت تعرض لضربات كبيرة. مؤتمر اتفاق جبل سلام السودان واستكمال السلام هو كان إحياء لعملية السلام بمشاركة شعبية واسعة، رسمتم اللوحة بتاعتها انتو في خلال الأيام الماضية. بالعودة إلى البيان الختامي، مؤتمر اتفاق جبل سلام السودان واستكمال السلام الفترة من الثلاثاء 31 يناير وحتى الجمعة 3 فبراير قاعة الصداقة. البيان الختامي، انعقدت قاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة ما بين 31 يناير إلى 3 فبراير 2023 مؤتمر اتفاق جبل سلام السودان واستكمال السلام الذي يعد
ثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمسة المحددة في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022، والتي تهدف للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل. هدف المؤتمر إلى التعرف على موقف التنفيذ في اتفاق جوبا لسلام السودان والتحديات التي يواجهه، وتقديم توصيات لمعالجة أي قصور يعوق تنفيذه على الوجه الأمثل، عطفاً على حشد السند السياسي والشعبي على المستوى المحلي والولائي والقومي، تمهيداً لاستكمال وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام. نظم المؤتمر بدعوة وتيسير وتسهيل من الآلية الثلاثية المكونة من هيئة الإيجاد والاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة يونيتامس، والمشاركة واسعة وتمثيل معتبر للمكونات السياسية والمدنية والمهنية والقاعدية من أصحاب المصلحة من اللاجئين والنازحين والمهجرين والرحل والرعاة والمزارعين ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والأكاديميين والكيانات الدينية والأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة والمبدعين والشباب وحركات الكفاح المسلح شركاء السلام والقطاع الخاص. شارك في المؤتمر حوالي 700 مشارك ومشاركة. مثلت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة تقل عن 40%، بينما شكل القوام الأكبر من المشاركين والمشاركات نسبة فوق 60% من مختلف قوى ثورة ديسمبر المجيدة من أصحاب المصلحة الحقيقيين، بما في ذلك مشاركة النساء السودانيات والتي بلغت نسبة أعلى من 35% وفاقت نسبة 38% في مداخلات الجلسات العامة ومجموعات العمل المتخصصة، كما جاءت مشاركتهن الأكثر تميزاً ليس فقط في استيفاء نسبة عدالة التمثيل في المؤتمر ومجموعات العمل وفي لجنة الصياغة، بل كذلك مساهماتهن النوعية في توصيات المؤتمر. كما لبى دعوة المشاركة في الافتتاح والختام البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية والسلك الدبلوماسي. انتظم المشاركون والمشاركات في المؤتمر على مدى الأيام الأربعة في 9 جلسات مفتوحة إضافة إلى 8 مجموعات عمل. ناقشت جلسات المؤتمر العامة أوراق عمل هي: الورقة الأولى كانت التعريف بمضامين وملامح اتفاق جوبا لسلام السودان وتحديات التنفيذ، قدمها الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة الانتقالي، وترأس الجلسة الدكتور محمد يونس. الجلسة الثانية اتفاقيات السلام السابقة في السودان وتقييمها، قدمها الدكتور عمر الحجيمي وعقبت عليها الأستاذ صفاء العاقب، وترأس الجلسة البروفيسور حسن بشير. الجلسة الثالثة أسباب النزاعات والحروب في السودان، قدمها الدكتور الباقي العفيف وعقب عليها البروفيسور منزول عسل، وترأس الجلسة الأستاذ رشيد سعيد. الجلسة الرابعة حول مكاسب النوع الاجتماعي في اتفاق جوبا لسلام السودان، تحديات التنفيذ وطريق للأمام، قدمتها الدكتورة عزة محمد وعقب عليها الدكتورة تيسير الهادي، وترأس الجلسة الأستاذة نجدة منصور. الجلسة الخامسة حول القضايا الإنسانية والنازحين واللاجئين في مناطق الحروب والعلاقة بعمليات السلام والانتقال، قدمها الدكتور جمعة كندا، عقب عليها الأستاذة سليمة إسحاق الخليفة، وترأس الجلسة الأستاذ الصادق محمد مختار. الجلسة السادسة دور الإدارة الأهلية في تعزيز السلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية، قدمها الأستاذ عبد الجليل الباشا، عقب عليها الأستاذة رحاب أحمد، وترأس الجلسة الأستاذ عبد الله آل الخطر. الجلسة السابعة حول نظام الحكم ومستوياته وفق الاتفاق جوبا لسلام السودان، قدم الدكتور حسان نصر الله، وعقب عليها الدكتور عبد السلام سيد أحمد، وترأس الجلسة الأستاذ شوقي عبد العظيم. الجلسة الثامنة حول دور المجتمع الإقليمي والدولي في دعم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، قدمتها الخبيرة في عمليات السلام السيدة كريستين بيل، وعقب عليها كل من البروفيسور منزول عسل والسفير إيدن مهيرة سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، وترأس الجلسة السفير محمد بلعيش سفير الاتحاد الإفريقي بالسودان. الجلسة التاسعة والأخيرة حول قضايا الرحل والرعاة والمزارعين لاتفاق السلام، قدمها الأستاذ أبو عبيدة جمعة، وعقب عليها الأستاذ علي عثمان، وترأس الجلسة الأستاذ خليل بوكاس. وتناولت مجموعات العمل المتخصصة الموضوعات والقضايا الرئيسية الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان والتحديات والمقترحات ومقترحات الحلول، حيث تناول المؤتمرون والمؤتمرات في مجموعات العمل 8 موضوعات. الأولى
تنفيذ اتفاق جبل سلام السودان تشريعات السياسات. ثانية، تنفيذ اتفاق جبل سلام السودان أولويات والآليات. ثالثة، القضايا المؤثرة على تنفيذ اتفاق جبل سلام السودان. رابعا، استكمال عملية السلام مع الأطراف غير الموقعة على اتفاق السلام. الخامسة هي قضايا الرحل والمزارعين والرعاة في اتفاق السلام. القضية السادسة هي قضايا وحقوق النساء في اتفاق السلام. القضية السابعة هي قضايا النازحين واللاجئين في اتفاق السلام. والقضية الأخيرة هي قضايا المهجرين وضحايا السدود في اتفاق السلام. خلص المؤتمر إلى حزمة من التوصيات العامة والمتخصصة، شكلت في مجملها خارطة الطريق عملية التنفيذ اتفاق جبل سلام السودان، وخارطة الطريق استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، وتضمين في وثائق الاتفاق السياسي النهائي، والترتيبات الدستورية الانتقالية. أهم هذه التوصيات والتي تليت عليكم في الجلسة السابقة هي: واحد، وقف المؤتمر على العقبات والتحديات التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام، والتي تمثلت في ضعف الإرادة السياسية وعدم الالتزام بالجداول الزمنية وتحديد الأولويات وإجازة القوانين المرتبطة باتفاق السلام، وعدم قيام المؤتمرات الواردة في الاتفاق، وغياب المجلس التشريعي، وعدم تسليم المطلوبين لمحكمة الجناية الدولية كاستحقاق للعدالة، وعدم توفير التمويل اللازم لعمليات التنفيذ، وعدم تكوين آلية مراقبة وتقييم التنفيذ. هذا إضافة إلى انقلاب 25 أكتوبر والذي أدى إلى تعطيل التنفيذ وفقدان الدعم الخارجي، حيث أكد المؤتمر على أن اتفاق جبل سلام السودان يحتاج إلى روح وإرادة سياسية جديدة تحشد الدعم السياسي والشعبي والموارد لإنزاله إلى أرض الواقع وفق تشريعات وسياسات تمس حياة الناس وضحايا الحروب، مع ضرورة مراجعة جداول التنفيذ بما يضمن الالتزام بأولويات التنفيذ. اثنين، ناقش المؤتمر الدروس المستفادة من الاتفاقيات السابقة، وأكد على ضرورة الانتقال من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل قائم على توفير استحقاقاته إلى ضحاياه، يخاطب جذور الحرب ويدير بحكمة قضايا التنوع وبناء عقد اجتماعي جديد وفق رؤية قومية شاملة تخاطب قضايا التهميش البنيوي والوفاء بالمواثيق والعهود بمشاركة أصحاب المصلحة والمتضررين من الحروب في كافة مراحل التنفيذ وبناء السلام. ثالثا، تطرق المؤتمر بشكل إلى مستويات الحكم في اتفاق جبل سلام السودان والتعقيدات التي أفرزتها بسبب عدم قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة الذي كان من المقرر حسم القضايا المتعلقة بالأقاليم والحدود وتوزيع الولايات والحكم المحلي والصلاحيات الحصرية والمشتركة بين مستويات الحكم المختلفة، وشدد المؤتمر على إقامة مؤتمر نظام الحكم أولا ومن ثم بقية المؤتمرات المنصوص عليها في الاتفاق، والوفاء بالنسب المقررة في الاتفاق حول الثروة وفق استراتيجية قومية للتنمية المتوازنة الشاملة ونظام الفدرالية المالية ومبادئ الحوكمة الرشيدة. رابعا، أشار المؤتمر إلى الأوضاع الإنسانية القاسية التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاعات من قتل وعنف واغتصاب وانتهاكات متعددة، وأكد المؤتمر على ضرورة الوفاء بالالتزامات والمكاسب التي تخص النوع الاجتماعي في اتفاق السلام عبر حملات مناصرة واسعة لقضايا السلام ومشاركتهن وفق القرار 1325 في كل عمليات تنفيذ اتفاق السلام، وضرورة إدماج النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري. شدد المؤتمر على اتخاذ كافة التدابير القانونية والأمنية والسياسية لحماية النساء كافة وحقوقهن. خمسة، أمر المؤتمر على المكاسب التي تضمنها الاتفاق للنازحين واللاجئين، والتي تعتبر في بعض سلم الأولويات لارتباطها بعمليات تثبيت السلام العادل وبدء التحول الديمقراطي، سيما قضايا العودة الطوعية والتوطين الآن في مناطقهم الأصلية، وإجراء التعداد السكاني والتعويض وجبر الضرر وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وقضايا الأراضي والحواكير والانتخابات والمؤتمر الدستوري، والتأكيد على ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية للنازحين واللاجئين على أساس المواطنة المتساوية وباعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار البلاد، وأن تضع الحكومة الانتقالية القادمة قضايا النازحين واللاجئين في سلم أولوياتها بما فيها تشكيل الآليات المرتبطة بقضاياهم وإدماجهم في مشروعات الانتقال الاقتصادية والإسعافية والتنموية. سادساً، ناقش المؤتمر قضايا المهجرين ومضرري السدود في النيل الأزرق والمناصير وأمري والحمادات وحلفة، وأكد على عدالة قضاياهم وأهميتها لارتباطها بالأمن القومي، وأمن على ما جاء في اتفاق السلام، وشدد على إعطاء هذه القضية أولوية في الفترة الانتقالية وتشكيل الآليات المرتبطة بها. سابعاً، وقف المؤتمر على قضايا الرحل والرعاة والمزارعين وارتباطها بالأمن والاستقرار وحفظ السلام،
وأكد المؤتمر على معالجة واستدامة لقضايا الرعاة والمزارعين وفق خطة قومية تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في مجالات التعليم والصحة والثروة الحيوانية والزراعية. كما وصل المؤتمر بالإسراع لإنشاء المفوضية الخاصة بالرعاة والرحل الواردة في الاتفاقية. ثامنا، انتقد المؤتمر عملية تسييس الإدارة الأهلية التي عمل على تأكيدها نظام المؤتمر الوطني الباري وتحوير دورها المعروف في المصالحات القبلية وإحلال السلام الاجتماعي وتقوية الوسائل والنسيج الاجتماعي، حيث أكد المؤتمر على دور السلطات الانتقالية القادمة في المراجعة والتقييم بدور الإدارة الأهلية وبما يستعيد دورها في عملية البناء الوطني. وفي ذات السياق أدار المؤتمر خطاب كراهية وعنصرية مشددا على أهمية دور الإدارات الأهلية في عمليات التوعية والتثقيف المدني بنبذ خطاب الكراهية والتعصب وإعلاء قيم التسامح والتعاون وقبول الآخر في المجتمع. تاسعا، ناشد المؤتمر أطراف عملية السلام من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بتحكيم صوت العقل والمشاركة في العملية السياسية والوصول إلى رؤية مشتركة حول استئناف عمليات تنفيذ اتفاق دول السلام السوري. عاشرا، تفهم المؤتمر موقف حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو حول عدم مشاركتهم في العملية السياسية الجارية، مؤمنا على مواقفهم ومشاركتهم في عملية السلام العادل الشامل مع عند قيام سلطة مدنية كاملة ذات مصداقية بما فيها الوصول لإجابات حول القضايا التأسيسية للدولة الوطنية. أخيرا، حي المؤتمر دور المجتمع الدولي والإقليمي في دعمه للوصول لاتفاق جبل سلام السودان، داعيا له لمضاعفة الدعم الفني والمادي تحت إشراف وتنفيذ الحكومة الانتقالية القادمة للتأكد من تنفيذ اتفاق السلام وفق الأولويات واحتياجات ضحايا الحروب. بختام فعاليات مؤتمر اتفاق جبل سلام السودان واستكمال السلام، تكون المرحلة النهائية للعملية السياسية قد عبرت من خطتها الرئيسية الثانية في طريق الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعالي وترتيبات دستورية جديدة يتأسس عليها استعادة الحكم المدني الديمقراطي الكامل، حيث يجري التحضير والإعداد لتنظيم مؤتمر قضية شرق السودان خلال الأيام القليلة القادمة وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة من الإقليم من قوى ثورة ديسمبر المجيدة من التنظيمات السياسية والمدنية وتنظيمات النساء والإدارات الأهلية والمجموعات الشبابية ورجال المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالميا، أعلن البنتاغون أن منضد تجسس صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية بعد رصد منضد أول في أجواء الولايات المتحدة الأمريكية قبل يوم. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات ريدر في بيان: نحن على علم بتقارير عن منضد يحلق فوق أمريكا اللاتينية، نعتبر أن الأمر يتعلق بمنضد تجسس صيني آخر من دون أن يحدد موقعه بالدقة. أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس وروما سيقدمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض جو متوسطة المدى من نوع مامبا لمساعدة أوكرانيا في حماية نفسها من الهجمات الروسية التي تستهدفها بطائرات مسيرة وصواريخ. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان إن توفير هذه المنظومة يلبي الحاجة الملحة التي عبر عنها وزير الدفاع الأوكراني لنظيره الفرنسي والإيطالي لحماية السكان المدنيين والبنى التحتية من الهجمات الجوية الروسية. إلى هنا سادتي تكاملت هذه النشرة، وأذكركم بأبرز ما جاء فيها. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتو يفتتح أعمال المؤتمر الخامس لحكام الولايات. رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي. البنتاغون منطاد تجسس صيني ثاني يحلق فوق أمريكا اللاتينية. من قناة النصر 24 قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. تقبلوا تحايا والفريق العامل، ندعوكم لمتابعة بقية برمجتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله.